أن الجيش الحر هجوما على معمل القرميد المجاور لأريحة في ريف إدلب، حيث تتمركز قوات النظام. ناشطون نقلوا صورا تظهر اشتعال المعمل، وذلك جراء قصفه بالأسلحة الثقيلة. على تخوم مدينة أريحة يقع معمل القرميد الذي يستمر حصاره من قبل عناصر الجيش الحر للشهر الثامن على التوالي. وقام الجيش الحر بمحاولات كثيرة لاقتحامه في السابق، ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل. والأسباب أرجعها أحد العناصر المشاركين إلى كان في مخازل شوي من بعض الألوية، ولما خزلونا يعني باخر اقتحام بالاقتحام الثالث، لان كنا يعني هلا كنا اخذين الارميد. اما اليوم فقد اعاد الجيش الحر رص صفوفه وبدا بمحاوله جديده مستخدما الاسلحه الثقيله. نحن الان مرابطون قرب حاجز القرميد على بعد 1200 متر، وان شاء الله تعالى باذن الله تعالى سنقوم باقتحامه خلال بضع ساعات. الله اكبر، استهداف عناصر الجيش الحر لمعمل القرميد. ابو خالد خالد الطاقه طلعت عم تطلع على الارميد، بين علينا خالد نص الارميد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. هم عناصر الجيش الحر يستهدفون معمل القرميد الذي يستمر حصاره للشهر الثامن على التوالي، ولكن اليوم اثر عمليه مفاجئه اشتعلت النيران داخل مبنى القياده، ولا يزال عناصر الجيش الحر يستهدفون هذا المعمل. اشتعال النيران وسط المعمل اثر ضربات عناصر الجيش الحر.